لما لحبي وحبك وعدي ومكتوب لي احبك. عيني عليك يا ولي حسن. مبروك يا حسين. الله يبارك فيك يا حبيبتي، والله شفنا الموت بعنينا. بابا ما تقلقنيش عليك. لا بالعكس، ده انا عايزك تقلقي وتتخضي وترجفي كده، تعملي كده. ممكن يلا بقى عشان هتاخر على العشاء. طب ما انا جاهز اهو. انت هتخرج معايا وانت فورمال كده؟ وانا ايه؟ فورمال. فورمال؟ ايه فورمال دي؟ انا يعني خارج معاك من البيجامه يعني يا سلمى؟ لا يعني بس احنا لسه في الاول، فكها شويه. افكها اعمل ايه؟ انا اروح اتعشى معاكي بالمايو؟ لا يعني بس مش عارفه، يعني ممكن نلعب في صورتك شويه؟ نلعب في صورتك؟ هي عصلت. طب يقولوا عليا ايه في الاداره لما يسمعوا نلعب في صورتك دي؟ ما تقلقش صورتك مش هتتهز يا حضره الضابط. اتفضلي العبي في صورتي. عايز تعملي ايه؟ يعني ممكن نلعب كرافات دي مثلا. نلعب كرافات؟ ده انا شقيت عقبال ما اجيبها. ده دي انا ما صدقت اربطها، ده ربطتها بتغلب يا سلمى. ممكن نقلع الجاكيت خالص؟ نقلع الجاكيت خالص؟ الله، انت على ايه؟ نخلع الكرافات والجاكيت هنغير يعني؟ وريني كده؟ ايه؟ نفك ده كمان. مش كده؟ ونفك الكمام برضه، صح؟ مش كده؟ الواحد حتى يبقى دماغك مش سهرة ولا ايه؟ الدولاب عندك، نقي اللي انت عايزاها يعني. انا مش انا ارمى ارمى الهدوس ترار الام، كل العشاق خدوا مني خدوا مني الدروس ترار الام. الله يرحمك يا جابر انت ومحروس، ويفك سجنك يا دياب. وكان مستخبينا فين ده كله يا ربي؟ والله وجدكم على الطبطاب يا ولاد علام. بركة دعاوينا عليهم. تحسك يا همام لحد يسمعك. يا جابر يا ود عمي. الله يرحمك يا جابر يا ود عمي، ويدجش الطوبة اللي تحت راسك. يا اخوي يا ود امي وابوي، انقطم ظهرنا وتكسر سندنا وسط الخل. منصور الصغير تيتا من يا خوفي من اللي جاي، يا خوفي من اللي جاي. ربنا يفك حبسك يا دياب عشان ترجع تاخد بيدنا من النيلة السودا دي. يا حزني ويا سود ايام اللي جاي، جوايا نهر لو طلعت هتحرق الدنيا كلها. موت محروس قفل صفحة هنا، فتح صفحة مرار اليوم الحزين. أنا اللي قلت له يروح معاهم المشوار ده. كنتش عارف إنه آخر مشوار هيعمله في حياته. أنا السبب. ليه هو بالذات؟ ليه يا رب هو بالذات؟ محروس ده كان ولدي اللي ما خلفتوش. تعشمت لما يكبر ويجوا تسند عليه. ليه هو بالذات؟ ليه؟ يا ريتني مت قبل ما اشوف اليوم ده، يا ريتني مت قبل ما اشوف اليوم ده. نشفت دموعي، قلبي بيبك عليهم ده.
مراري يا مراري يا مراري من بعدك يا مراري من بعدك يا سي جابر البهيمة في حياتك يا سي علام حياتك الباقي يا طاهر يا نهار اسود ازاي ازاي مش حمل عيني بسيدي جابر ده انا حاسس ان ابوي هو اللي مات النهارده طيب اهدى يا طاهر مش جدي اهدى ازاي اهدى ازاي وانا مش حيهلالي عيشه غير باوامره يا مراري من بعدك يا سيدي جابر لحكمة ربنا يا طاهر انت يا طاهر امال راجل مش كده يعني هي جات علي سيبوني 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 عيط وفيش غليلي هو الكبير فين الكبير فين عايز اعزيه الكبير فين اكتب ياد انت وهو محدش يبكي انه واصل البقيه في حياتك يا سيدي منصور مع وش كتر كلامه حديد انتوا ايه اللي جابكوا هنيه دلوك جينا نعمل الواجب يا كبير ونعزوك في ولدك جابر ونطمنوا على دياب اياك اسمع كلمة عزة دي حق جابر ودياب لازم يرجع الاول وبعدين نبقوا نفكروا في عزة وحقهم عند مين يا كبير عند الحكومة الحكومة؟ ايوه عند الحكومة مش هم اللي قتلوا ولد جابر وقبضوا على ولد دياب يبقى لازم ناخد طاري منهم الاول ايوه كبير بس الحكومه ايدها طايله ولو قابلناهم الشر بالشر هيبقى فيه طار بيناتنا وحمام دم ما يخلص واصل ما ارتاحش ولا يهدى لبال الا ما اخد طاري من اللي ازو عيالي تعرف حد بعينه يا كبير ايوه قول لي عليه وانا قرقشه بسناني الضابط اللي كان مسؤول عن العمليه طب اسمه ايه الضابط ده اسمه حسام الهلالي يا وجعته السودة طب قل لي هو فين وانا طخه عيارين اخد بطار سيدي جابر اخرس انت مين انت عشان تاخد بطار جابر كل شيء باوان هو لسه في الميري يبقى لازم نرتب وترتيب علشان ما نضرب ضربتنا وناخده طارنا من غير الحكومة ما تمسك علينا زلة هو دي الكلام الموزون يا سيدي الناس ايوه بس لازم نعرف الأول مين الخاين اللي واشى بينا عند الحكومة مين الجبان اللي دخل الحكومة وسطيني لازم نعرفه علشان ما صب شر جوا حلقه واخرس طول عمره ويا ويله مني يا ويله مني